وينضم إلينا من مطار العريش مفدنا سلطان البادي. سلطان، دعنا في الصورة لديك والاستعدادات اللوجستية لهذه الدفعة الجديدة. نعم، تستمر هذه المرحلة الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود الدولية المتعددة. الآن تصل هذه الطائرة من مطار أبوظبي، طائرة مجهزة بالكامل بكافة الطواقم الطبية والمعدات الطبية التي يحتاجها هؤلاء المصابين الذين تم نقلهم في هذه الأثناء من معبر رفح حتى يصلوا إلى هنا إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وسيتم نقلهم في غضون الساعات القليلة القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال رحلتهم العلاجية. نتحدث عن مبادرتين إماراتيتين، الأولى هي إجلاء 1000 طفل مصاب من قطاع غزة مع ذويهم، بالإضافة إلى 1000 مريض من مرضى السرطان. في الرحلات السابقة بلغ عدد المصابين تم إجلاءهم في الرحلات الثمان الماضية قرابة 465 مصابا. الآن ننتظر في هذه الرحلة أكثر عن 60 مصابا من الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى مرضى السرطان. سيتم نقلهم في هذه الطائرة المجهزة بالكامل. دولة الإمارات العربية المتحدة تسخر كل الجهود لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة. شهدنا في الأيام الماضية الكثير من المبادرات الإماراتية التي بلغت حتى اللحظة أكثر عن 85 يوم من هذه الجهود المتواصلة هنا في دولة، يعني هناك في دولة الإمارات وهنا في مطار العريش وكذلك في المستشفى الميداني الإماراتي الذي يقدم الآن الجهود الكبيرة داخل قطاع غزة في مدينة رفح. ولازلنا نواكب هذه الأحداث التي تقدمها دولة الإمارات. بلغت كذلك عدد المساعدات الإماراتية أكثر عن 10,000 طن من المساعدات التي تصل باستمرار إلى داخل قطاع غزة، والجهود لا زالت مستمرة. والآن نحن نشهد يعني هذه الدفعة التاسعة من نقل المصابين ومرضى السرطان إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلتهم العلاجية هناك. نعم. في دولة الإمارات، وتسخير كل الجهود لدعم الأشقاء في قطاع غزة بكل الأمور المواتية من دولة الإمارات للأشقاء داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على نقل الصورة، مراسلنا أو مفدنا سلطان البادي من مطار العريش.